القتيل ده لما بيجي يتغسل ولا حاجه، لو هو جاي في حادثه بيجي بنطلع له كيس مشمع، بنطلع له قطن زياده، انما الحاله الطبيعيه ما بقاش فيها كل الكلام ده. انا سنه 95 اشتغلت في المشرحه، فاول ما يتغسلته كان عيل عنده 9 سنين. بعد ما غسلته وكفنته وروحت بيتي قرفت من الاكل اللي انا كنت هاكله، يعني حسيت ان ايدي دي انا شامم فيها ان ريحه الاكل اللي انا هاكله هو في ريحه البني ادم. بدات اكل جبنه قديمه وانسى واكل حاجه حراقه وكده اهوت عشان خاطر اتوه عن الريحه اللي كانت في ايدي. ومع مجرات الزمن والوقت اتعودت خلاص على الريحه اللي في ايدي. كان ميت فيه، كانت مرات ابوه موتاه ورميها في عين السيره وانا كنت لسه عيل صغير. فصاحب الشغل بتاعي اللي انا كنت شغال عنده قال لي خش غسله. فدخلت بقى غسلته، كان لسه ما بقاليش 10 ايام في المشرحه. لا انا حلمت مره بعيله صغيره جاتني كده بالليل وانا نايم، وكانت لسه متجوز ومخلف ومعايا بنتي الصغيره، اول بنت ليه. فحلمت ان البنت دي هي دي، فتهيأت بقت مسروق عليها وصرعتي على بنتي، هي كانت البنت دي. وانا اي حد ما كنت شغال كان بيجي اسم من نفس اسامي عيالي كنت بتضايق. انا ما بحبش اشتغل في الاطفال خالص ولا عيال صغيره نهائي. على مجرد الزمن اللي انا عايشه ده كله ما بحبش اشتغل ولا في اطفال ولا في عيال صغيره. المتشرح ده ما بينفعش يتقلب ولا يتعدل، ان هو بيبقى مفتوح، انما بيبقى متخيط. هيتقلب ازاي؟ ولا بيتشال ولا بيتحط. يعني انت بتتعامل معاه بتطهره كويس وبتحميه وبتوضيه وبتلف، بتحط تفرد قطن على التشريح وتلفه في كيس مشمع وتلفه في الكفن. المحروق عامة بيترش عليه موارد وبيتيمم وبيتحط عليه قطن وبيتلف في مشمع. مفيش حاجة اسمها صوت في المشرحة بيندى على واحد خالص. إن لو في صوت بيندى في المشرحة فكل ده كذب. دي مجاولة، دي مداولة. إزاي إن واحد ميت بيندى على واحد صاحي؟ أنا كنت في راجل كبير في السن وسنه فوق ال60 سنة ولا 70 سنة، وأنا بغسله حسيت إن الراجل في إيدي، إن أنا بشبع عليه وبعرفه، لدرجة إن أنا دخلت بصيت له مرة واتنين وتلاتة وأنا بغسله، وأنا اللي استلمته من الإسعاف نزلته. فحسسني الراجل إن أنا روحي فيه كده، وهو كمان وأنا بعد ما غسلته وحطيته في العربية بقيت حاسس إن الراجل ده قريبي منه وفي منه معرفة، وبقى كل يوم والتاني افتكر ان الراجل ده قاعد معايا. عشان الراجل ده قبل منها بشهر كان عندنا في المشرحه بيستلم حاله. فتخيل انا شفت الراجل ده نايم عندي. ومن ساعتها بقت حاسس اني تايه. وتوهاني مع الراجل حسسني بسرحان جامد. لما يجي لك واحد متقطع 6 حتت من القطر اصعب حاجه معاك. أصعب حاجة معاك لما يجي لك واحد ومتقطع بكازلك، ناس داخلة عليه في خناقة ولا حاجة وقطعوه، أصعب حاجة. الميت المسلم بيتلف في 3 أدراج كفن شرعي، 3 أدراج معاهم ليفة وصابونة وكيس قطن وموارد وزسين مسك وواحدة كافور. كافور بيتوضى بيها، والمسك بيتحط على أعضاء السجود 7 بتوع البني آدم، والليفة والصابونة بيستحمى بيهم، وكيس القطن بيتوضى منه. الفرق بينهم في التغسيل، ده بيتغسل لوحديه وده بيتغسل بطريقه ثانيه. ده ليه غسل وده ليه غسل، وده ليه كفن وده ليه كفن. عند لبس شورت وقميص وعبايه وشرابات ومناديل وتونيك.